السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة اليوم لا غلاس بلا كريم أونغليز، من أروع لي غلاس اللي ممكن تجربوا. تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير. المقادير: كنحتاج نصف لتر من الحليب اللي كنوضعه في واحد الإناء، كنضيف عليه واحد كاس العنبة الكريمة السائلة مملوء مزيان، مع ثلاثة المعالق كبار ديال سنيدة السكر الخشن وساشي فاني. كنحركهم مزيان، كنوضعو فوق النار. هنا ما غاديش نخلي الحليب يفيض، غير يبداو دوك الفقاعات تيبانوا ليا، غادي نحيدهم من فوق البوطه، يعني تيكون قريب يفيض ولكن ما كنخليش حتى يطلع. هنا عندي واحد ستة اصفر بيض، كنطربهم مع ثلاثه المعالق كبار ديال سنيده، كنطربهم مزيان. هنايا غادي نبدا كنضيف الحليب غير بشويه بشويه، ماشي دفعه واحده حيت ما بغيناش البيض هنا يطيب لينا. غنضيف شويه بشويه وانا كنخلط. كنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل جميع الكميه ديال الحليب اللي عندي. هذه الطريقه هي الاساسيه ديال لاكلاص، يعني تيكون الاساس ديالو هو البيض بهذه الطريقه هذه. صافي، هنايا غادي ناخد الخليط كامل وغادي نعاود نردو الكاسرول ونديرهم فوق النار. هنايا النار ما تكونش مجهده بزاف، تكون مهيله مع التحريك المستمر، ما نغفلش عليه، حيت لا غفلت عليه هنايا يقدر يتكركب لينا البيض، وفي هذه الحاله تقدر الكريم ما غاديش تخرج لينا رطبه، غتخرج بحال كلها فيها حبيبات من الداخل. انا نسيت ما ضفت من الاول ثلاثه المعالق كبار ديال النيدو، ضفتهم في هذه المرحله، ضيفهم نتوما في الاول مع الكريم والحليب. منين تكون عندي واحد الشريط بحال هكذا نعرف باللي الخليط هنا موجود، ما نزيدش عليه اكثر. كناخذ واحد الاناء اخر تنضيف ليه الماء مثلج وقطع من الثلج الا كان متوفر. كنصفي الخليط، هنا غنبقى كنحرك فيه حتى يولي دافي. صافي، هنا منين دفى ليا الخليط غناخدو نديرو في واحد البواطه ونديرو في الفريكو لمده 6 سوايع، عاد نرجعو نديرو المرحله الثانيه ديالو. هنايا غادي ندوزو نديرو النكهات اللي غادي نديرو لهاد لاكلاص. هنايا عندي كاس عنبه غير مملوء من اللوز محمر وثلاثه المعالق كبار ديال سنيده. واحد المقلات اللي سخنتها قبل على نار مهيله، ضفت هذاك السكر دفعه واحده حيت عندي السكر هنا غير قليل، كنتسنى حتى يذوب، كنضيف عليه اللوز، كنحاول نلبس داك اللوز بداك العسل اللي تكون ليا من داك السكر اللي ذاب ولا داك الكراميل. صافي، هنا ملي كنلبس اللوز كامل وبداك السكر، كناخذ بابيي كويسون ولا طابي بحال هذه ولا بابي الومنيوم، كنحط فوق هاد اللوز حتى تيبرد مزيان، ما نقيسوش حتى يبرد حتى يولي على هذا الشكل. صافي، هنايا ممكن هنا غنكون البخالان ديالي، ممكن نديرو القطع كبار على هذا الشكل نقطعو. انا غادي ندير النص هكذا والنص غنطحنو مزيان، يعني غادي نهرمشو. صافي، هنايا البخالان ديالي وجد، غنخليه جانبا. ندوز ندير معكم صلصه كراميل ساهله وسريعه، وصلصه الشوكولاته هي ساهله وسريعه. صافي، هنايا عندي تقريبا واحد 2 درهم ديال الكراميل عادي، عندي انا هذا الكراميل ديجا فيه كاوكاو. كناخذ تقريبا واحد نصف كاس من الحليب، كاس عنبه، كنديرهم فوق النار، تنبقى تنحرك هذاك الكراميل حتى يذوب ليا. صلصة سهلة دغيا كتوجد بدون تعقيدات بدون كريمة. صافي، ها هو وجد، يكون على هذا الشكل هذا، غنخليه حتى هو جانبا. هنا
انا كيف سبقت وقلت لكم باللي عندي قطع تاع كاوكاو، شفتوا الشكل ديالهم كيف تيجي. هنايا عندي الكراميل ديال الشوكولات، يعني بنكهه الشوكولات. كناخذ واحد ربع كاس من الحليب، انا ما عنديش الكراميل كثير، درت غير شويه تقريبا ربع كاس، ولا نزيد عليه معلقه على حسب الخليط. نتوما غتشوفوا بغيتو سائل ولا خاطر. كنضيف عليه ملعقة ديال الزيت وملعقة بودر كاكاو مع داك الكراميل مع التحريك المستمر رد البال باش ما يتحرقش ليا. صافي حتى نحصل على هاد الصاصة على هاد الشكل هذا، وكنخلي حتى هما جانبا حتى نحتاجهم. هما يا النكهات موجودين عندي. هنا الكريم من ندوز عندي تقريبا 6 سوايع، غناخذو غنحولو في واحد الاناء اخر، وغنجيب اناء حتى هو فيه الثلج وغنحاول نطربو لمده 10 دقائق. هادي باش بغيت نطربو حتى هي درتها في الفريكو لمده ربع ساعه. هنا اش حاولت ندير، حيت هاد لا كريم تيكون عنده واحد الاله خاصه ديالو اللي كتكون كتطلق البروديه باش لا كريم باش لا غلاس يولي الناموس. حنا ملي ما نتوفرش عندنا نديرو هاد الطريقه، ممكن اي واحد يديرها في الدار. صافي هنايا غادي نفرق هاد الخليط على جوج، غندير النص بالبخاله والنص غنخليه طبيعي، ديك الساعه نزوقوه بالشوكولات ولا بلاصوص الكراميل اللي بغيتو. هنايا ضفت لهاد النص، ضفت ليه البخاله، وغنخليه تاني في الفريكو لمده 6 سوايع ولا اكثر على حسب. الساعه غيكون عندي واجد. هنايا ممكن تضيفوا ليه الشوكولاتة، تضيفوا الفريز اللي بغيتوا، النكهه كتبقى حسب الاختيار ديالكم. صافي هنا منين جبتو من الفريكو ها هو واجد عندي، نتوما شوفوا الشكل ديالو. الصراحه المذاق ديالو تيجي زوين بزاف، يعني نهار تجربوه غادي تستغناو على كاع لي كلاص اللي كتشراو من على برا، غتوليو تقادو نتوما بوحدكم في الدار. يعني مذاق ديالو متميز بزاف. هنايا غناخد واحد نزوقو بالكراميل، والاخر غنزوقو بحبيبات ديال البخاله. التزيين والنكهات كيف سبقت وقلت لكم تيبقاو حسب الرغبه. هذا ديال البخاله الصراحه كيجي مذاق ديالو هائل بزاف، جربوه وما غتندموش عليه. كنتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء في فيديو جديد.